المتحدة تريد أن تجد الاستقرار في العراق وسيادة القانون، سيادة الدولة على أراضيها، وعدم التدخل الأجنبي وبصورة خاصة من قبل إيران في الشؤون الداخلية للعراق. هناك مشاكل عديدة نعلمها جيدا، ولكن في الآونة الأخيرة طالما ذكرت مسألة ارتفاع سعر الدولار في العراق، وأعتقد هذا أمر مهم جدا، الحكومة العراقية تصدر البترول ولها حساب في البنك الفيدرالي الأمريكي. تودع هذه الأموال نتيجة لبيع البترول في هذا الحساب، وتطلب الحكومة العراقية دائما من البنك بأن يرسل لها أموالا للمصاريف الحكومية مثل الرواتب وإلى ما هنالك. هذا كان يتم في ظرف واحد، في يوم واحد، في بضع ساعات. اليوم وردت معلومات للولايات المتحدة بأن هناك بنوك عراقية تتعامل مع إيران. تعلم جيدا بأن هناك عقوبات أمريكية على إيران، فإذا التعامل العراقي مع إيران فيما يتعلق بتصدير النفط أمر يتعارض مع قانون سيد جابرييل، العقوبات. هناك من يسأل أنه لماذا الآن مثلا قرر البنك الفيدرالي الأمريكي أو قررت واشنطن بشكل عام التعامل بحزم بهذا الملف، بالتحديد ملف متابعة ومراقبة الدولار، على اعتبار أن هناك من يتحدث أن هذا السلوك، هذا الإجراء موجود منذ فترات طويلة في العراق، لماذا الآن هذا التعامل بحزم؟ في المدة الأخيرة فتحت الحكومة الإيرانية فرع لها في العراق يتعلق بالبترول، ووافقت الحكومة العراقية على ذلك. لا شك بأن المسألة ليست، يعني الجواب على سؤالك ليس سهل جدا، لأنه هناك عدة حقول أعتقد